النسخة الجديدة اللي هتبدأ من كأس العالم للأندية واللي احنا يعني بيفصلنا عنها أيام، هتبدأ وهتنطلق بلقاء بين الناديين الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. في الصدارة أوكلاند سيتي أعتقد ب10 مشاركات، يليه الأهلي المصري ب8 مشاركات، وبالتالي الفرقتين عندهم تاريخ وعندهم خبرة كبيرة جدا في البطولة. هيكون معانا دلوقتي الإسباني رامون تريبولي، المدير الفني السابق لفريق أوكلاند سيتي. وخليني أفكركم أن نسخة 2014 رامون تريبولي كان بيقود أوكلاند سيتي في بطولة أو في واحدة من نسخ بطولة كأس العالم للأندية، وقدر يحقق معهم إنجاز تحقيق الميدالية البرونزية. بداية طبعا نرحب بيه على شاشة الأهلي، شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا، وأهلا وسهلا بيك في السادسة. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بالعربية. نعم، من بالغ سروري أن أتواجد معكم على قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي العظيم، الأهلي أكثر الأندية شهرة في إفريقيا، هو الأعظم في إفريقيا. الأهلي مشهور كثيرا بجودته الفنية والفوز كثيرا ببطولات إفريقيا، وقد قابل أوكلاند من قبل. من اللطيف أن أتواجد معكم وأنا أرى نفسي على هذه الشاشة، أنا سعيد كثيرا بتواجدي هنا. وإحنا سعداء بوجودك معنا. خليني قبل ما أتكلم على بطولة كأس العالم، يعني يبدو وكأن في يعني كثير من الأمور المشتركة بين الأهلي وبين أوكلاند سيتي. الأهلي يمكن مسيطر على البطولات في قارة أفريقيا وخصوصا في السنوات الأخيرة، وهو أكثر أندية القارة الأفريقية مشاركة في كأس العالم، كما هو الحال بالضبط بالنسبة لأوكلاند سيتي بما أنه شارك في كأس العالم للأندية لمدة 10 في 10 نسخ متتالية، فبالتالي أو 10 نسخ يعني عموما في على مدار تاريخ البطولة. وبالتالي عايز أكلمك شوية عن طبيعة سيطرة أوكلاند سيتي على بطولة أو بطولات الأوكيانوسيا في وكيفية الوضع، وهل البطولات هناك بنفس مستوى القوة اللي بنشوفه مثلا على مستوى قارة آسيا أو مستوى قارة أفريقيا، ولا الأمور تبدو مختلفة؟ حسنا، في قارة الأوكيانوسيا المنافسة تكون أصغر، أقل الفرق هناك أقل من أفريقيا وآسيا. في أفريقيا يوجد منافسة كبيرة، فرق كبيرة وتتحلى بجودة عالية، وقد قابلت العديد من الفرق الأفريقية في كأس العالم. لديك فرق من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر، فرق قوية جدا في أفريقيا، والأمر يختلف تماما بين أفريقيا وأوكيانوسيا. ربما الفرق الأفريقية مرجحة دائما للفوز، ولأنك تقابل فرق أقوى عكس أوكلاند. أوكلاند سيتي دائما يكون قريبا من الفوز بالبطولة القارية، ولكن لا تكون مشاركة فعالة في كأس العالم، ولكن يظل الأمر أن مشاركة القارات الأخرى تكون أقوى من أوكيانوسيا في كأس العالم. الفريق يتحسن بالفعل والبطولة تتحسن، ولكن تظل أقل تنافسية من القارات الأخرى. لا أحد يعرف ماذا سيحدث، ولكني أستطيع أن أقول نعم، أفريقيا أصعب، أفريقيا أقوى، ولكني أقول أن أوكيانوسيا تتحسن تزداد قوة. أنت رجحت الحقيقة مع في قيادة الفريق لتحقيق الإنجاز الأهم والأفضل ليه على مستوى مشاركته في البطولة. أعتقد أن نسخة 2014 شهدت تحقيق فريق أوكلاند سيتي للميدالية البرونزية. هل تعتقد أن الجيل الحالي قادر على تحقيق نفس الإنجاز؟ وإيه الاختلاف أو الفوارق اللي موجودة بين الجيل اللي حقق البرونزية والجيل اللي هيظهر في نسخة المغرب 2023؟ من الصعب أن أقول أن الفريق يستطيع أن يكررها مرة أخرى. يظل الأمر صعبا دائما، ويظل الأمر معتمدا على أول لقاء للفريق في البطولة، هو الذي سيحدد كيف ستسير في هذه البطولة. تلعب مباراة 11 لاعب ضد 11، الأمر يكون صعبا. الأمر يختلف تماما
عما كان في 2014. لعبنا مباراتين بوقتين إضافيين، الأمر كان صعبا والأمر يختلف تماما عما هو عليه الآن. يجب علينا أن نركز، يجب علينا أن نحدد أهدافنا، والأمر يزداد صعوبا شيئا فشيئا، وخصوصا إذا أردت أن تنافس فرق كالأهلي، فريق يعرف ماذا يريد تحديدا. فالمنافسة في كأس العالم تكون صعبة. ماذا أقول؟ أعتقد أن أي شيء من الممكن أن يحدث. إذا نظرنا في كأس العالم عما في النسخ الماضية، رأينا أن كأس العالم الماضي السعودية واليابان والمغرب استطاعوا أن يصنعوا المفاجآت، ولكن الأمر لم يحدث كثيرا في المستقبل في الماضي، ولكن حدث الآن في هذا العام، ولما لا أن نفوز على فريق مثل الأهلي وأن نستمر وأن نصل إلى النهائي حتى. أي شيء يمكن أن يحدث. لا أستطيع أن أقول أن هناك اختلافات كبيرة. الفريق الآن مليء باللاعبين الجدد، لديهم استخدامات جيدة. أستطيع أن أقول أن الفريق الآن يختلف قليلا، ولكن الفريق في 2014 كان أكثر توازنا. كان لدينا مهارات، لاعبين ذوي مهارة كبيرة من أوروبا، وكانوا في أعلى مستويات لهم، وكان قائد الفريق فاسيليتش كان كبيرا في السن، ولكن كان قائدا جيدا واستطاع. لذلك هذا الفريق كان أكثر تنظيما وأكثر تركيزا، ولكن هذا الفريق الحالي لديهم لاعبين ذوي خبرة، لديهم إيميليانو تادي هو الآن على قيادة الفريق، لديهم إغواتا، لديهم لاعبين جيدين، لديهم لاعبين بالفعل قد شاركوا في بطولات كبيرة من قبل، ولكن يظل الأمر يضع كثير من علامات الاستفهام. ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء اللاعبون في هذه النسخة، وخصوصا تحت قيادة المدير الفني الإسباني؟ يجب عليهم أن يتفهموا طبيعة المباريات، وأن كما تعرف الفريق فريق جيد، يستطيع أن يفعلوا أشياء مختلفة، ولكن يظل المباراة صعبة، وأعتقد أنهم سيظهروا أفضل ما لديهم في أول مباراة، ولكن أتمنى على مستوى التحضير أو على مستوى الاستعداد للبطولة، هل في استعدادات خاصة من أوكلاند سيتي؟ إزاي بيحضر الفريق؟ هل بيكتفي بأنه يخوض المواجهات على المستوى المحلي، ولا يكون في مواجهات ودية تحضيرية للبطولة؟ هل في على مستوى الصفقات، هل في تعاقدات جديدة هتظهر مع الفريق على مع مشاركته في بطولة كأس العالم ولا لا؟ انظر، إذا أنا الآن لست مع الفريق، لست قريبا كفاية من الفريق. أنا حاليا أعيش في برشلونة، ولكني أتابع الفريق وأتابع الفريق، ولكني في معسكر فريقي الآن. الأمس لعبوا ضد جومبوك موتورز من كوريا، وأعتقد أنهم سيلعبوا ضد فريق برشلونة يوم الأربعاء، مباراة ودية، فريق من مدينة برشلونة. أعتقد الأمر جيدا، يستعدون جيدا ويجهزون فريقا جيدا للمباراة. أعتقد أنهم مستعدون للمباراة ضد الأهلي، وأعتقد أنهم واثقون جدا مما لديهم. أستطيع أن أقول أن أوكلاند جاهز ومستعد، لأن البطولة انتهت في نوفمبر في نيوزيلندا، فأعتقد أنهم جاهزون الآن، لديهم الحماس الكامل ولديهم استعداد كامل. فقد أنهوا البطولة المحلية من 3 أو 4 أسابيع، وخصوصا أن الأهلي الآن في بطولة محلية وقد فاز على غريمه التقليدي الزمالك، كانت مباراة رائعة بالمناسبة. وأعتقد أن اللاعبين يجب عليهم أن يركزوا لمثل هذه المباريات. ربما أوكلاند في الشوط الثاني ربما يواجه بعض المشاكل أمام الأهلي، ولكن كما قلت سابقا، أي شيء يمكن أن يحدث، وأتمنى مزيد الحظ للفريقين. أنت شفت الواضح أنك تابعت مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، يهمني يعني أسمع رأيك، مش عايز أقول تقييم، لكن رأيك مبدئيا كده في المستوى اللي ظهر عليه النادي الأهلي
رأيك في قيادة طبعا مدير فني جديد بيقود النادي الأهلي في الموسم الحالي، هو طبعا السويسري مارسيل كولر، ومين من لعيبة الأهلي ممكن يكونوا لفتوا نظرك؟ نعم، أنا تابعت بعض الدقائق نعم من هذه المباراة، كانت مباراة قوية وأن تفوز على الزمالك، هو واحد من أقوى الفرق في مصر بعد النادي الأهلي. أعتقد أنه كانت نتيجة جيدة، نتيجة رائعة أن تفوز بثلاثية نظيفة، كانت قيادة رائعة لمارسيل كولر، المدرب الذي لديه خبرة كبيرة مع العديد من الفرق. أنا لاحظت أليو ديانج اللاعب المالي، لاعب قوي، لاعب متكامل، وأيضا ومحمد الشناوي مدير الحارس، حارس مرمى المنتخب المصري كذلك، لديه شخصية كبيرة في قيادة الفريق. نعم الفريق جيد، الفرق المصرية ككل فرق تتحلى بالمواهب الكبيرة والتكامل أحيانا، وخصوصا في المباريات الإفريقية حينما أشاهدهم، ولكن الأهلي هو واحد من أقوى الفرق الإفريقية التي رأيتها، يتحلى بالقوة، وخصوصا في مباراة ضد أوكلاند. أتوقع أن خبرة المدير الفني السويسري ستكون حاضرة، الفريق منظم جدا، بالنسبة لي هو فريق قوي جدا، وسيكون تحدي كبير أمام أوكلاند في أول مباراة. خليني أسألك كمان إجمالا على البطولة، يعني يمكن ده ربطا حتى بالكلام اللي أنت قلته من شوية على مستويات المنتخبات اللي تبدو اسما صغيرة لكن مردودها كان أكثر من رائع في نسخة كأس العالم الأخيرة، زي المغرب والسعودية واليابان والكاميرون وكوريا وغيرهم وتونس طبعا، مش عايز انسى حد، والسعوديه طبعا بانجازها وفوزها على الارجنتين. هل ده ممكن يغير من شكل المنافسه على البطوله؟ هل ممكن نشوف طرف من الهلال او الوداد او الاهلي وسياتل ساوندرز واوكلاند سيتي في نهائي البطوله، ولا تتوقعوا نهائي كلاسيكي ما بين ممثل اوروبا ريال مدريد وممثل امريكا الجنوبيه فلامينجو البرازيلي؟ نعم، من المنطقي أن نرى أن النهائي بين فلامينغو وريال مدريد، ولكن أعتقد أن الفرق الأوروبية اعتادت على الوصول للنهائي، وكذلك الفرق الجنوب أمريكية، ولكن رأينا أيضا من قبل مازيمبي، ورأينا الرجاء، فأعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث. الأمر الوحيد الذي يجب علي أن أتابعه هو المباريات، اللاعبين يجب عليهم، الفرق الأخرى يجب عليها أن تلعب مباراتين أكثر من الفرق الأخرى من فرق أوروبا وفرق أمريكا الجنوبية، ويجب عليها أن تصعد للنهائي، فهذا أمرا صعبا عليهم. وأعتقد أن الفرصة سانحة للفرق الأوروبية والفرق الأمريكية الجنوبية، هم أكثر جاهزية وأكثر استعدادا للوصول للمباراة النهائية. ولكن مرة ثانية، أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، وكأس العالم مثل كأس العالم في قطر قد أحضر لنا الكثير من المفاجآت، كما فازت السعودية على الأرجنتين، ولكن يمكن أن نرى أي شيء في هذه النسخة. ربما الأهلي يفوز بالبطولة، يمكن أن يصعد للنهائي، ويمكن أن يحرز المركز الثالث مرة أخرى، لا أحد يعرف، أي شيء يمكن أن يحدث، وكل شيء ممكن في كرة القدم. أنا متأكد أننا سنرى فريقا صغيرا سيكون طرفا في النهائي. لو وصلنا للمباراة النهائية أعدك إن إحنا نعمل معاك في نفس يوم المباراة لقاء من خلال الفيديو كونفرنس مرة تانية. رامون تريبولي طبعا المدير الفني الأسباني السابق لأوكلاند سيتي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وكل التوفيق إن شاء الله لنجومنا ولفرقتنا في البطولة المفضلة للجماهير، بقت مفضلة خلاص، تعودنا دايما على الأهلي في كأس العالم دايما مع الكبار، لأنه حقيقي فريق كبير.